يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن، من أجمل المغارات موجودة في العالم. مغارة بني معاد موجودة في ولاية تلمسان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. عبارة عن صواعق فلسية من السقف لين الأرض. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحة حاجة ما شاء الله سبحان الخالق سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه
المرة اللي فاتت؟ المرة الأولى يلا أنا وصلت عملت تك صورة طفت التلفون. يلا تشي مني تشوف هذه الحاجة يا شاب. روح تمشى وضور وروح. أباراي أباراي يا خير أباراي. ها؟ أباراي. وش الأباراي؟ الفوطو. روح دور وروح من هنا. يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك رينجوش أنا تخو دو ميني. سي تخو ميني. سبحان الله شو يا جماعه الصواعق هذه فوقنا يطيح واحد سبحان الله كل واحد انت وحظك تموت تحيا ما ادري ايش الحين اصور السقف سقف المغاره يا سبحان الله سبحان الله يا حبيبي فوتو فوتو لا لا هذا فيديو الحين خليك امسك خليك كده شفتوا يا جماعه ما شاء الله هذه مقاره بني عاد من اجمل المقارات كم كم بكم كم بكم ما شاء الله يا جماعة شيء خرافي مش حاجة مش المغارة هذه يا جماعة على فكرة المغارة هذه توصل لين داخل المغرب تعرفون ما تعرفوش بس سدوها والله هذه المغارة توصل لين المغرب ما شاء الله إبداع إبداع سبحان الله إبداع إبداع تبارك الرحمن كم بيبيكم بيبيكم كم بيبيكم بيبيكم ويلكم ويلكم تو الجيريا ويلكم نحن في تلمسان تلمسان هذه من ولاية الحضارية التراثية العراق الأصالة تلمسان ويلكم شباب أنا يا جماعة أنا بصير عمود الجزائر مش دولة الجزائر قارة قارة الجزائر يبغى لك كذا شكارة فيها مليارات كذا يعني يبغى لك أقل حاجة أقول 20,000 أورو عشان تلف الجزائر كامل 20,000 أورو سي ميم با أورو
آه شباب. هلا بيكم الجزائر. هلا والله. هلا هلا والله. المرة الجاية نديكم معي لليمن الجنوبي. إن شاء الله. دعنا. نحن في الجزائر مرة ثانية عندي في اليمن. حياكم الله. إن شاء الله. خلنا أخوك. انتم بحكم انكم يا شباب بلادها لسه ما حددنا جمالها. تعال يوجد اماكن اللي احنا ما نعرفوهاش من جايه. انا ابغى الاضاءه تقي عليك عشان تطلع. ها انا كده الاضاءه في شويه اضاءه. انتم بلادكم لسه حتى ما عرفتوش منها الكثير صح ولا لا؟ والله بصح. ها انا بعد اللي مدير الجزائر مازال واحد شي بلاصه مازال ما شفتوش. بالله عليك والله مازال ما شفت خاطر لا بلادنا كبيره بزاف وشابه ما شاء الله تبارك الرحمن. وش احب الجنسيات لكم انتم الجزائريين؟ الجنسيات العربيه اللي تحبوها يعني تفضلوها اكثر عن الجنسيات الاخرى مثلا؟ احنا منا يعني مثلا انا اشوف ان في الجزائر مثلا دائما يحبوا مثلا يقول لك الفلسطينيين غير الفلسطينيين مثلا. ايش الجنسيات العربيه اللي مقربه لكم اكثر؟ احنا نعطيك مثال كل شيء نبغيه. وانتم اصولكم ايش؟ احنا اصولنا سعوديين. من السعوديه الحميان من السعوديه الحميان. لكن اسمه عايشين في الجزائر. ها كيف عايشين؟ وعايشين في الجزائر صح الله. يا جماعة ما شاء الله هذول الجماعة الأخوان إحنا هذول امتهنوا تجارة الأرواح اللي هي إيش الماشية والحلال. حياكم الله. حياك الله. انتهت الجولة يا شباب. انتهت الجولة وإن شاء الله في فيديو تاني. تابعونا على قناتي في اليوتيوب يوميات يماني والإنستغرام يوميات يماني وحسابي على تويتر زاهر الحكمي وحسابي على الفيسبوك زاهر الحكمي وعلى الإنستغرام. حياكم الله. ويلكم في الجزائر ساحره وزور الجزائر. وانا اعطيكم فيها هاشتاج يا جماعه اسمه الجزائر بعيون يماني والهاشتاج الثاني الهاشتاج الاول الجزائر بعيون يماني والهاشتاج الثاني الجزائر احكيها شهرزاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وخليكم مع هذه الصور. هذا كم شوف قسما بالله والله بلادكم